المكونات عندي كتير بسيطة وفيها كتير أفكار للابتكار. حبيت أنا زي ما بنقول أشتق فكرة الحشوة من المطبخ المكسيكي الفاهيتا، الدجاج وتشكيلة من الفلفل الأصفر الأحمر الأخضر، هذه الأمور هيك بتعطي طعم مختلف للأكلات. هحتاج عجينة السمبوسك، بنلاقيها دائماً موجودة بالفريزر أو ساعات على الرف بدرجة الحرارة العادية. أهم شيء في السمبوسك إني أخليها مغطية طول ما أنا بشتغل فيها عشان ما تنشف عندي. هخليها بفوطة هيك على جنب، ما هشتغل فيها هلأ، وأبتدي أعزائي المشاهدين أجهز الحشوة. حشوة كتير بسيطة، هحتاج أسخن شوية زيت زيتون. وعلى فكرة هذه الحشوة إذا حبيتوا تاخذوا فكرتها تعملوها على دجاج وتنفذوها بدل الدجاج باستعمال لحم مفروم برضو بتطلع كتير طيبة. هضيف البصل وهضيف الثوم ومعهم على طول أضيف الدجاج. هبتدي هلأ أقلب هالمكونات مع بعضها، بس شوي دجاج هيك ليتغير عندي لونه. بقلب بهذا الشكل. أبتدي هلأ أدمج معاه البصل والثوم، خلص دبلوا هالمكونات كليتها، أبتدي أقلبها سوا. ابتدت الريحة الشهية تطلع وأكيد الطعم حيبقى رائع، أنا متأكدة لأنه الفاهيتا خلطة هيك كتير طيبة. هلأ الخطوة التالية إضافة، خلينا نضيف الفلفل الأخضر، بفتح النفس. هشوح برضو الفلفل عشان الفاهيتا تاخد، أقصد الدجاج ياخد طعم الفلفل. هبتدي أضيف الفلفل الأحمر، وطبعاً كل الخضرة اللي عم بستعملها مفرومة ناعم عشان هذه حشوة سمبوسك بهمني تكون كتير ناعمة. الفلفل الأخضر والفلفل الأصفر، هضيف بهار دجاج مشكل، شطة مجروشة، الملح، وكمية من الفلفل الأسود المطحون فريش. كل هالمكونات مع بعض لغاية ما تختلط عندي وتأخذ طبعا نكهة طيبة. ما بدي الخضرة تدبل كتير، ضلها هيك بس تأخذ طعم الدجاج. ما شاء الله الريحة رائعة. هاخد شوي من الحشوة خليها في طبق جنبي، وأبتدي أجهز خطوتي التالية. احنا دايما تعودنا على السمبوسك المقلية، ولكن اكيد شفتوا في الاسواق كتير في اجهزة حديثة بتساعدنا على التمتع بالسمبوسك المشوية. عندي انا هذا الجهاز كتير رائع، هنحتاج معلقة، وعندي هون بياض البيض هخفق شوي. فيكم تستعملوا خليط من الطحين والمي، فيكم تستعملوا النشا مع المي، فيكم تستعملوا بياض البيض. كل هذه مواد أو مكونات بقدر أنا ألزق فيها طرف حافة السمبوسك. نبتدي أعزائي المشاهدين نجهز واحدة من عجينة السمبوسك، وزي ما اتفقنا الباقي لازم يكون عندي مغطى طول ما أنا عم بشتغل بفوطة مطبخ بهذه الطريقة. هحط العجينة قدامي، وفي عنا عدة طرق لتشكيل السمبوسك.
في الطريقة الأولى اللي هي ممكن أقفل المربع بهذا الشكل في الأول وأبتدي أعمل زي بوكيت أو جيب أحط فيه الحشوة. خليها تبقى شوي واضحة عندكم في الكاميرا. ريحتها بتشهي على فكرة. هبتدي أقفل المثلث بهذه الطريقة، والطرف اللي بتكون عندي هحط له بياض البيض وأتأكد إنه القفل عندي تماماً بهذا الشكل. يبقى أعزائي المشاهدين المثلث السمبوسك أصبح عندي جاهز، بقدر أعمل كمية كبيرة، فينا على فكرة أحطها بالفريزر وقت اللزوم أطلعها وأشويها. وخلينا نشوف خطوتنا التالية، أخليها هيك على جنب وأبتدي أشوي. هحتاج أجهز الشواي، رشة خفيفة من أي دهن أنت موجود عندكم، ممكن زيت أو زبدة، رشة خفيفة. عندي السمبوسك أنا مجهزاها. طبعاً حشو السمبوسك متعة، كل أفراد الأسرة مع بعض هيك يدخلوا المطبخ يعني يقضوا وقت مع بعض في حشو السمبوسك. فيني طبعاً أنوع بالحشوات، بس أنا قلنا هيك نجهز حشوة جديدة غير المتعودين عليها. يبقى أعزائي المشاهدين حطينا كل المقدار في الجهاز بهالطريقة. خلينا ألف لكم إياه بس عشان تبقى واضحة عندكم. مجرد أني أنا بقفله واضغطه كويس جداً وأروح عاملة القفل هذا، أتأكد أنها دخلت عندي كويس عشان لازم الضغطة هذه، وبسيبها لغاية ما ياخذوا اللون الذهبي. ونشوف بعد هيك أعزائي المشاهدين شكل السمبوسك المشوية. نفتح السمبوسك، ما شاء الله حتى الريحة رائعة. نبتدي أعزائي المشاهدين في طبق التقديم، ممكن تشيلوهم بإيدكم، ولكن إذا سخنين هم بيبقوا شوي سخنين، بس ممكن أسهل نشيلهم بإيدنا. طبق السمبوسك أصبح عندي جاهز، رشة بسيطة من البقدونس أو أي تزيين أنتوا بتحبوا. أعزائي المشاهدين وصفة السمبوسك بحشوة الفاهيتا حتلاقوها موجودة على موقع منال أونلاين. سمبوسك فاهيتا، واحد باكت عجينة سمبوسك كبير الحجم، الحشو 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 1 صدر دجاج فيليه مفروم، 1 حبة متوسطة بصل مفروم، 3 فص ثوم مهروس، 1 قرن فلفل أخضر مفروم، نصف حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مفروم، نصف حبة متوسطة فلفل أحمر حلو مفروم، نصف حبة متوسطة فلفل أصفر حلو مفروم، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة بهار دجاج، وللصق العجينة بياض البيض.